متتبعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا اليوم. احنا في فاميك، واحد المدينة في الشمال الشرق ديال فرنسا، يعني الديبارتمون ديال الموزيل اللي العاصمة ديالو هو ميتس. احنا في هذا السوق اللي تقريبا هو اكبر سوق في المنطقة وكيعتبر من اكبر الاسواق في فرنسا. خدينا هذا النموذج ديال واحد التاجر مغربي اللي هو ولد فاس، يعني هذه كتب دينية، يعني أغاني دينية، مصاحف، عطر، يعني مواد كلها جميلة، زيوت للشعر والوجه اللي هي يعني حلال، ما فيهاش الكحول، ما فيهاش الكحول. ثم كما كتشوفوا معنا متتبعي قناة شوف تي في، عود ند بخور، يعني كاين هنايا عنده روائح طبيعية. زرابي ديال الصالة، تسابح، مبيخرات، احنا دائما في السوق ديال فاميك مع هاد التاجر المغربي، هاد العارض المغربي. هذا هو لو يعني لو ستاند ديالو. خويا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا. الاسم الكريم خويا الله يحفظك. عبد الرزاق بن منصور. عبد الرزاق بن منصور. نعم. انت منين بلاصه في المغرب؟ اصلا من مدينه فاس. مرحبا مرحبا. انت من مدينه الادارسه، اول مدينه تبنات في الاسلام في المغرب. داكشي علاش واقيلا اختاريتي باش تبيع هاد الارتيكل عندك اللي هو يعني ما موجودش هنا بزاف. نعم. ماشي بزاف الناس كيتعاطاو ليه. J'ai eu l'idée en 2013 de me lancer un petit peu dans les produits orientaux. Oui. Voilà. J'avais un petit peu d'expérience dans la restauration, dans le commerce. Oui. J'ai vu le manquement de produits orientaux sur nos marchés. Donc j'ai eu l'idée d'apporter ce produit, plutôt des produits cosmétiques, des produits pour le bien-être. Des produits pour qui touchent à la spiritualité comme les livres, le Coran, les CD de Coran, des anachides, des parfums, des produits cosmétiques pour les cheveux, pour la peau. Tous les produits que les Maghrébins ont besoin ici dans la région. والكليان ديالك كلهم مغاربيين مغاربة ولا عندك حتى مثلا فرنسيين كيتقدموا من عندك هاد؟ On a une petite minorité de clientèle française, hein? Mais ma plus grosse clientèle, la majorité de ma clientèle, ce sont des Maghrébins, tunisiens, algériens, marocains, ce sont eux mes plus grands consommateurs. Oh, يعني هذه هي نقولوا حنايا الخدمة اللي كتعيل بها العائلة ديالك ويعني ما عندكش خدمة أخرى. Non, c'est mon seul travail. Je travaille en moyenne 5 jours par semaine. Ah, que dire, 5 marchés par semaine. Voilà, c'est ça. Et ça arrive que des fois j'ai des braderies qui prennent toute la journée. Ah, donc le moisson, les clics, le nahar, le had. Voilà, les braderies, on dit qu'on a un moisson dans le Maghreb. Voilà, qui commence le matin à 8h et qui termine le soir à 19h. Ah, mizyan, mizyan. Et la famille ديالك, les ولادات, tout ce qui est en France. الحمد لله. الوليد الله يرحمه جا في 67. الله يرحمه. الله يرحمه. توفى في 83. الله يرحمه. الوليدة جات هي في السبعينات. تبارك الله. جبت مع هذيك الساعة 6 الوليدات وجاتوا هنا ثلاثة منهم أنا. أنت مزيود هنا. أنت دوك هنا بخوميييغ دوزيام جينيراسيون ديال. سي سا. آه. سي لو ديغني دو لا فراتري. آه. دو
9 frères et sœurs. الله يرحمها اللي ديسيدي 2017 و 2018 الله يرحمها اللي انتري على طنجة. على طنجة؟ هي الاصل كانت من طنجة. اه الله يرحمها الله يرحمها الله يرحمها. وانت يعني هاد الاختيار ديالك لهاد المواد اللي كتبيع واش فيها حتى نوع من العبادة نقولوا حنايا؟ يعني بزاف الناس كيبغيو يبيعوا الخضرة يبيعوا يعني نقولوا حنا فيها لاجر. يعني توجد للناس واحد الحاجه اللي ما كايناش هنا ما متوفراش. ما جو سوي فيير دو فونتر سي تيب دو برودوي. تو سكي ليكتور سي لي برودوي كو جي رامني ا لا سويت دو لا دوموند دو ما كليونتيل. وي باسكو موا جو نتراباي با لي ليفر. مي كون جي في لا دوموند دو لا كليونتيل الوغ جو لوري ابورتي سي سيرفيس. صافي كومبيان دو طون باش انت اذا كتبيع هنا؟ مانتنون سو في دوبي 2013. هذا الارتيكل هذا بالضبط. فوالا سي برودوي. On m'a proposé de changer, on m'a proposé de s'associer pour vendre des fruits et légumes. D'autres fournisseurs m'ont proposé d'autres produits. Mais moi, j'ai eu un coup de cœur pour ce type de produit. Et j'ai confiance en Allah que ma subsistance, il peut me la donner même dans ce type de produit. Alhamdoulilah, Allah yisahal alik, Allah yisahal alik. Khouya, واش انت دابا هاد السلعه كتجيبها من هنايا ولا كتجيبها من المغرب ولا ولا من شي بلاصه اخرى ولا كاين دي فورنيتور هنايا؟ alors j'ai une majorité de ma marchandise que je fais importer du Maroc. Ah, direct du Maroc. Directement du Maroc. Oui. À la source pour la simple et bonne raison c'est que déjà j'ai besoin d'avoir ce contact avec le Maroc. Oui. Rentrer au Maroc avoir le contact avec mes racines, la famille. Oui. Et en deuxième temps, les prix. Oui, les prix sont accessibles, je vois. Les prix, voilà. Moins j'achète cher. Oui. Et moins et mieux je propose des prix moins chers. Alors, qui dit au Maghreb, qui dit que le bia ou le chéri, il y a des prix de l'achat. Ça veut dire, je traduis en français, ils disent que le commerçant, il prend son bénéfice au moment de l'achat. Voilà, c'est tout à fait ça. Oui, c'est tout à fait ça. Il faut que j'achète moins cher pour pouvoir proposer moins cher aux clients. Et c'est ma force, c'est la qualité du produit qui est importé du Maroc. Oui. Et le prix aussi. Tu es un safir de la mode maghrébine dans cette منطقة de la Moselle. Tu es un safir. Tu as pris un article qui est venu du Maghreb. ما كاين عند حتى شي واحد، انت غامرتي ودرتي هذا الارتيكل، والله سبحانه وتعالى سهل عليك واستجاب لك، وكتعيل به العائله ديالك، هذا كله بفضل الله. الحمد لله. تي كومبرون لاغاب بيان و؟ نو جو كومبرون تخي بيان لاغاب الحمد لله. جو فوا كو تي ريبون توجور اون فرونسي. باسكو جو ريبون اون فرونسي باسكو لو مون فرونسي فايت ميور كو لاغاب. وي سي بون، نو اوني ان بيي بيلونغ، دونك اوني اون فرونس. ان كواتريلينغ، الاسبانيول، الماروك، لا فرونس. وي فوالا اوني. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes nés ici en France. Voilà, on est en France. Donc, on ne pourra jamais avoir une maîtrise de la langue de l'arabe comme on maîtrise le français. Voilà, voilà. Oui, ça vient spontané. Quand tu dis que tu as un peu de français, tu as un peu de français. Je ne sais pas si tu as un peu de français. Tu as un peu de français. هذا نموذج هو ديال المغربي اللي هو يا رغم انه تزاد هنايا وكبر هنايا وكل شيء متشبت بالاصول ديالو وكيغامر وكيتاجر في واحد المواد اللي هي في البدايه ربما تقول هذه ما تخرجنيش ولكن الله سبحانه وتعالى لحقاش كنشوف هنايا كاين بزاف ديال الناس مغاربه ومغاربيين دونك لو شوا كان مزيان يعني. Je vous dis, j'ai misé là-dessus et Rabbi Dalkhem. Subhanallah, subhanallah. J'ai la plupart de mes amis, mon entourage m'ont dit pourquoi ce type de produit? Non, je devrais faire autre chose dans les sacs à main, du tissu, des vêtements. Moi, je leur ai dit que moi, je me sentais bien avec ces produits et je suis vraiment tombé là-dedans parce que. Tombé par hasard ou là, quand je suis wahed, il attaque le choix? J'ai pas réfléchi, j'ai pas pensé. Un jour, je suis monté à Paris, j'ai eu l'idée de ramener un peu de produits orientaux. Et on m'a demandé après par la suite, ramène-moi ce produit-là. Et j'ai vu qu'il y avait plus en plus de demandes.
Et plus je propose l'article, plus on m'en demande. Donc, alhamdulillah, vous voyez mon chiffre d'affaires évoluer de semaine en semaine, de mois en mois, alhamdulillah. On est là depuis maintenant 2013. Il n'y a pas de raison que j'arrête ce type de produit, puisque les gens ont besoin. Alhamdulillah, une grande majorité des musulmans ici en France et dans la région. Si j'arrête ce type de produit-là, beaucoup de gens n'auront plus les moyens, on va dire, entre guillemets, de retrouver ces produits-là sur le marché. متتبعي قناة شوف تي في، السلام عليكم. احنا معكم اليوم من السوق ديال فاميك شمال شرق فرنسا. هذا اكبر سوق في فرنسا واكبر سوق في المنطقة. معنا السي الحاج مول النعناع. شكرا. انا مول النعناع. مول النعناع الدكوالي ديالنا. مرحبا بكم. بيت من عنده. ها هو هذا خدام عندنا. انا كنت مقيم في ايطاليا ورجعت لفرنسا والحمد لله. انا مليح. شكرا بارك الله فيكم وعاش الملك. الله الوطن الملك. الملك. عاش الله يصلح الأسرة الملكية. عاش ملكنا. الله ينصرو. الله ينصرو. احنا فرحانين ان شاء الله باش نجيو ونقوموا في البلاد ديالنا وتوحشنا البلاد ديالنا. هذه 4 سنين ما مشيناش. والحمد لله تنشكروا قناة تي في وشكرا لكم. شوف تي في. شوف تي في. شوف تي في تنشكركم. قناة الشعب. قناة الشعب. قناة الشعب. الحمد لله بارك الله فيكم. الاسم كريم ديالك خويا. انا الحسناوي عمر من مدينة سوق السبت. من سوق السبت ولاد النمة. هذا السوق دابا ديال الفامي كيفكرك في سوق السبت ولاد النمة. سوق السبت ولاد النمة توجور تنجي لك. عرفتي منين انا؟ وي. انت من ثاني اكبر سوق وانا من اول اكبر سوق. انا من سوق سيدي بنور. الحمد لله. شوف كيفاش الاقدار لاقاتنا اليوم هنايا. الحمد لله بارك الله. كيفاش جاتكم هذه القضيه ديال ملي صاحب الجلاله دار هذا الليبي رخاص؟ الحمد لله. الله ينصرو والله يطول لنا عمره والله يصلح ليه الذريه ديالو ويصلح الاسره الملكيه. وحنا فرحانين بسيدنا وبالشعب المغربي كله من طنجة للقويرة. الله يحفظك خويا. واش الطاليان ما فيهاش خدمة بزاف ولا كيفاش؟ خدام الحمد لله. الخبز بتاعي حرام. أنا خليت الدار، خليت الخدمة، خليت كل شيء وجيت لإيطاليا لفرنسا. الحمد لله لأن كاينين الأولاد ديالي هنا في فرنسا وجيت إن شاء الله باش نبقى مع أولادي هنا وأنا خدام الحمد لله. النهار جيت أنا خدام الحمد لله والشكر لله. وعاش الملك. تبارك الله عليك خويا. تبارك الله عليك خويا. الله يحفظك والله يحفظ جميع المغاربة. بارك الله عليك. الله يبارك فيك. شكرا. دابا غندوزو عند الحاج ديالنا. الحاج ديالنا. اسم كريم ديالك خويا الحاج. شكرا. انا من الدار البيضاء. انا مول النعناع. مول الدار البيضاء. انا من الدار البيضاء. والاصل ديالك منين؟ الاصل ديالي من الشتوفه. من مولاي بوشعيب. من مولاي بوشعيب. من مولاي بوشعيب. مولاي بوشعيب الرداد. وي. اه وي. تيبو كيلكشود راه عندي الباروك. مولاي بشعيب الرداد راه هو راه هو راه هو راه هو مولاي بشعيب الساريه. وتما كاين مصطفى الازموري اللي هو مكتشف امريكا. مصطفى الازموري. ها ازمور خصك تفتخر بها مزيان. وسيدي عبد الرحمن المجذوب. تما كيفاش طاحت عليك هذه الفكره تبيع النعناع هنا في فرنسا؟ هذا النعناع سيدي انا ملوع به من العهد ديالي ملي كنت مازال صغير في البلاد. وكنبيعو نشري فيه في البلاد. ولكن في عام 1970 في فرنسا بقيت كنبيعو نشري دائما وخدام على راسي الحمد لله دائما حتى ربحت الاخر ديالي ومازال راني فيها. وديما النعناع ديما كنتي كتبيع النعناع. الله يعمرها دار النعناع. النعناع والقزبر. النعناع والقزبر الله يعمرها دار. إلا قنعتي غنيك الله، ما قنعتي شيء يمشي لك كل شيء. يعني تعرف راسك بانك انت اشهر واحد في هذه المنطقة كيبيع النعناع؟ دائما. فهمتي اشهر واحد. اشهر واحد الحاج. اشهر واحد. اشهر واحد انت. اشهر واحد انت الحاج. نعم. ذكرنا بالسميه ديالك الحاج. السميه ديالي الناجي علي. الناجي علي. الحاج الناجي علي ولد كازا ودكالي الاصل. وهو اللي متع علينا الناس هنا بالنعناع. فهمتي متع علينا الناس بالنعناع هنايا. شوف. نعم. واش غادي للمغرب ان شاء الله؟ دابا ان شاء الله سيدي انا غادي للمغرب الى بغيتي. ولكن كنفرح. واحد الفرح كبير بالملك ديالنا. الله ينصرو. الله ينصرو. ايه. والله يحفظه من بني ادم. الله يحفظه. انت استفدتي من هاد من هاد اللي من هاد هاد اللي بي اللي داروا دابا ولا قطعتي؟ الله يحفظه. لا قطعت انا شحال هادي. كنتي مقطع شحال هادي؟ ما استفدتيش من هاد اللي بي هادي. قبل ما يكون هاد الشيء هذا. انا قطعت قبل. قطعتي قبل. قطعت قبل. وسيدنا الله ينصرو. ايه. سيدنا الله ينصرو. الله ينصرو. واش ينصرو الله يحفظه. ودابا انت كتجي من ستراسبورغ حتى هنا تقريبا شي 200 كيلومتر ستار. كنضرب 250 300 كيلومتر ثلاثة السوايع ديال الطريق. وهذا الشيء كافيك يعني ما كاينش مشكلة. الحمد لله قانع. هذه هي الحرفة الوحيدة عندك. الحرفة الوحيدة. أنا بخير بها الحمد لله وفرحان بها. وتصور شحال ديال الكليان راه تيجيو على قبلك هنايا.
كاين الناس يجوا عندي من ليكسامبور، كيجوا عندي الناس من كل مدينه كيجوا عندي انا. حيت هذا السوق مهم علاش؟ لان كيجوا لي الناس تاع ليكسامبور. تماما هذا الشيء اللي كاين. عندك هو عندك ديال نانسي ديال ديمونش. ديال غدا ديال غدا ديال غدا ان شاء الله. الناس كليان ديالي الله عمر هدر والله يجازيهم بخير. يعني كيفرحوني وهما كيمشوا دائما فرحانين معايا الحمد لله. ما كنخسرش معاهم لا اللي عنده. كتجي فرح كتمشي فرحان من السوق هانية عزيز عليك تبيع النعناع. عزيز عليه يبيع النعناع. ما يقابل فلوس ما يديها في اللي شفرو ولا يزلي الله يعمر الله الدار كنتقداو من عدو والله العظيم الناس كيهزوا من عدو زعما واحد الانسان طيب الله يعمر الله الدار عمري ما شفت بحالو تنقول لي الحاج الناس كتكون فيه لا بشحال ديال الناس وجروبي تنقول لي راه الناس بزاف واسمو تيقول لك اللي بقات هي ديالي والله العلي العظيم يا شحال تيعاونوا الجوج ديالي تيعاونوا شحال لا شنو الاسم الكريم ديالك؟ أنا المسناوي فاطمة من مدينة غينيا. أنت الزوجة ديال الأخ؟ الجوج ديالي الحسناوي عمر مسعود. غادي تمشيو للمغرب إن شاء الله؟ غادي نمشيو للمغرب وفرحانين كنعترفوا بسيدنا الله يخليه ويطول عمره والله يخليه تاج فوق روسنا. واستفدتوا من هذا؟ استفدنا. استفدتوا من هذا؟ استفدنا. أنا ما قطعش أنا يعني مازال ما قطعش ماشي مشكلة. الحمد لله طلقوا القرآن وطلقت الديوانة وطلق كل شيء والله العلي العظيم فرحانين بزاف بزاف ومشتاقين باش نمشيو للمغرب وشحال هذه ما مشيناش. العام اللي فات ما مشيتوش ولا شحال هذه ما مشيتوش؟ من 2018 يعني ثلاث سنين ما مشيتوش. أي ما ماشيش. هذا العام إن شاء الله غادي يكتب لكم المشي. غدوزوا العيد تما إن شاء الله ولا؟ العيد إن شاء الله إلا كتب الله ولا من وراء العيد إن شاء الله. إن شاء الله الوقت اللي جا الخير ينفع. إن شاء الله فيما جا الخير ينفع والله العلي العظيم فرحانين بزاف بزاف إن القرآن تحلوا والديوانة مزيانة والناس كيعاودوا لينا اللي مشاو وفرحانين والله يخلي سيدنا الله ينصر. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. الحمد لله اللهم آمين. نعطي التحية لسيدنا والشعب المغربي والراية الحمراء والحمد لله وأنا مغربية ونبقى مغربية والحمد لله. الله يبارك فيك. السلام عليكم خويا شرفتونا شرفتونا. تكون عندكم أي مشكل حنا قناة شوف تي في قناة الشعب حنا راهن الإشارة ديالكم. قناة كويزين أم مروة. أم مروة. أم مروة. أيه. أنا كنبيع كاينة وحدة أخرى ما كتباعش أنا ماشي مشكل حنا شوف تي في حنا قناة الشعب يكون عندكم شي مشكل ولا بغيتوا ديروا شي نداء ولا شي حاجة حنا معاكم كاين حتى شي مشكل. السلام عليكم تبارك الله عليكم تبارك الله عليكم عاش الملك تبارك الله على الحاج تبارك الله على الحاج مول النعناع ديالنا تبارك الله عليك. يلا سيدي متتبعي قناة شوف تي في على هذه الأجواء المغربية الرائعة نودعكم ونديروا لكم شي لقاء آخر إن شاء الله في شي مناسبة أخرى. السلام عليكم تبارك الله عليكم تبارك الله عليكم تبارك الله على الحاج. قول لنا الحاج شي كلمة أخيرة. آخر كلمة وهي الحاجة الواحدة والطالب ديالنا وهو كما فرحنا الملك بهذا الفرح هذا ديال ركوب ديال الطائرة المغربية والباخرة حتى هي والباخرة والملك يعني وقف مع الشعب ديالو والشعب ديالو كل الشعب كيقول يحيى الملك والله ينصر ملكنا وديما مغربية دائما مغربية واللي ما بغاناش اللي ما بغاناش ما عندنا ما نديرو به حتى حنايا والصحراء المغربية عليها نموتو عليها نعيشو صافي تبارك الله عليك. احسن كلمه متتبعي قناه شوف تي في انتم كتشوفوا المغاربه في فرنسا متشبتين بالمغرب ديالهم وبالملك ديالهم وبالصحراء ديالهم. عاش الملك والصحراء المغربيه والسلام عليكم تبارك الله عليكم شكرا.